ورجعنا لحضراتكم مره تانية وبرحب بضيفي وضيفكم النهارده الكابتن ياسر محمدين المدير الفني لفريق 2002. ازيك يا كابتن ياسر؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ ازيك حضرتك كابتن؟ مشرفنا ومنورنا النهارده. ربنا يبارك فيك يا كابتن، والف مبروك على البرنامج الجميل بتاعك، وبالتوفيق دايما ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. قول لي بقى كابتن ياسر محمدين عشان الناس كلها تعرف، البدايات بقى مع النادي الاهلي في التدريب كانت امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل اول حاجه او قبل كل حاجه طبعا بنقول لكابتن محمود الخطيب الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن. الاسطوره والقيمه والقامه الكبار جدا، وان شاء الله ربنا يتم شفاعه على خير يا رب. بدايتي في تدريب في النادي الاهلي طبعا كان سنه 2006، قعدت في اكاديميه النادي الاهلي 3 سنين. من 2009 تصعدت في قطاع الناشئين لغايه سنه 2015. خرجت من النادي الاهلي، رحت منتخب مصر مواليد 2000، قعدت فيه حوالي يمكن سنه تقريبا، ورجعت النادي الاهلي الموسم اللي فات ده على طول. من 2009 بل 2015 تمام. كنت مدير فني على طول ولا كنت مدرب عام مدرب مساعد وبداتها كده التدرج؟ لا طبعا. قول لنا الاعمار السنيه اللي انت توليت فيها. طبعا كابتن اسامه، انت عارف النادي الاهلي على طول، انت بتدخل في النادي الاهلي في القطاع طبعا المفروض بتشتغل في مدرسه الكوره في الاول. الحمد لله انا قعدت يمكن شهر في مدرسه الكوره، بعدين اشتغلت في فريق 95 مع كابتن تامر حفني. تمام. قعدت معاه مساعد حوالي 3 سنين، وبعد كده بقى اشتغلت مع فرقه 2000 مدير فني، واشتغلت مع 2001 2000 مدير فني برضو. تمام. لغايه ما خرجت من تخللها برضو في خلال سنه يمكن 2015. تمام. كنت مدير فني لمنتخب القاهره المواليد 2001 في نفس السن، نفس المرحله اللي انا كنت ماسكها. رجعت من منتخب القاهره على بدايه السيزون بتاع 2016، رحت تمام. من يا دوبك يعني قعدت حوالي يمكن شهر شهر ونص، بعدين رحت على منتخب مصر مواليد 2000. قعدت تقريبا حوالي يمكن سنه او اقل بشويه، بعدين رجعت تاني على النادي الاهلي. تمام. عاملين شغل كويس السنه دي في 2002. قول لي بقى الجهاز كاملا، مين اللي شغالين مع كابتن اسمه محمدين؟ معايا كابتن اسامه زكي مدرب، معايا كابتن محمد فتوح مدرب حراس مرمى. تمام. معايا كابتن سيد عرفان المدير الاداري للفريق. معايا دكتور احمد الحجري طبيب الفريق. معايا كابتن اسلام عبد الفتاح ده المعد البدني. معد بدني. المعد البدني بتاع الفريق. مهم جدا الاعداد البدني؟ جدا. جدا يعني هو انا في رايي طبعا الفرقه اللي تكون واقفه على رجليها كويس بدنيا هتقدر تادي طوال الموسم بطريقه كويسه جدا. فطبعا بقت حاجه مهمه جدا ان يكون في الفريق معاك حد متخصص في موضوع الاحمال البدنيه طبعا. تمام. بيريحك جدا وبيديك انت الاريحيه انك تتفرغ للشغل الفني بتاع ما هو واضح بتاعي. كمان الشغل الفني بتاع حضرتك وبتاع جهاز كله اللي معاك باين كمان في جدول الترتيب. تمام. يعني تمام. في جدول الترتيب يعني زي ما احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه دلوقتي. الاهلي في المركز الاول، لعب 6 مباريات، فوز في 6 مباريات، مفيش تعادل مفيش خساره، بيتصدر ب 59 هدف، عليه هدف واحد برصيد 18 نقطه، ما شاء الله. يعني باين كمان في الارقام اللي احنا بنتكلم، كلمنا على الارقام دي يا كابتن ياسر. والله بص يا كابتن اسامه، طبعا احنا الحمد لله بدانا المسابقه من حوالي يمكن شهرين او شهرين وشويه. الحمد لله متصدرين، خلصنا المجموعه بتاعتنا متصدرين الجدول بتاعنا. تمام. الحمد لله اعلى اقوى خط هجوم في المجموعه بتاعتنا الحمد لله جايبين 59 هدف الحمد لله، دخل فينا هدف واحد يعني اقل خط او اقوى خط دفاع برضو. برضو انا هكون معاك صريح، يعني احنا بنشتغل مع يعني الفرق اللي لعبناها برضو ليست مع كل احترام ليها طبعا لسه. برضو كان يعني لسه شويه كنا عايزين يعني يكون في منافسه قويه شويه. دي الاهداف بنعرضها دلوقتي بنعرضها على الشاشه دي من خلال مباريات الدوري. المنافسه عندنا برضو لازم كانت تكون افضل شويه، يعني مع احترام طبعا لكل الفرق اللي بنلعبها. بصرف النظر عن المستويات اللي بنلعبها، لكن احنا الحمد لله يعني في اداء الحمد لله كويس في الملعب. يعني انت النتائج مش خادعه عليك، انت برضو بتركز على الاداء. الاداء طبعًا مهم جدا طبعًا. مع الاهداف كميه الاهداف اللي انتوا جايبينها دي، بس انت برضو يعني بتحط ايدك على الاداء. طبعا يا كابتن اسامه، طبعا حضرتك عارف ولعبت كوره ولعيب ما شاء الله عليك طبعا على المستوى الدولي والمحلي. الاداء هو اللي بيجيب النتائج الكويسه. تمام. انا ما يهمنيش ان انا اكسب. انا بكسب الحمد لله سكور كويس وكل حاجه، بس انا الكل تركيزي على الاداء بتاع فرقتي، على التطور بتاع الفرقه بتاعتي. على طبعًا. طبعا على تطوير مستوى اللعيبه عندي. مش بنخدع في النتائج الكبيره اللي احنا عاملينها الحمد لله، ولكن اهم حاجه تهمني جدا الأداء. يكون في تطوير للاداء وتطوير للمستوى بتاع اللعيبه بتاعتي. كنت تحب ان دوري 2002 بدل ما يبقى منطقه يكون جمهوريه، خاصه ان في المنتخب 2001، فممكن يكون برضو فريق 2002 داعم ل 2001؟
اكيد طبعا كلامك مظبوط 100%. احنا من اول ما بدانا المسابقه بتاعتنا كنت اتمنى يكون في دوري جمهوريه او يكون في دوري قطاعات على اقل تقدير. عندي لعيبه كويسه جدا، وفي عندي لعيبه بتشتغل مع فرقه 2001 وبتشتغل اساسي مع فرقه 2001. يعني عندي حوالي 3 الصعيد حوالي عندي يمكن 3 لعيبه بتشتغل مع فرقه 2001. تمام. جالي برضه لعيبه عندي فيها استدعاء شويه للمنتخب 2001، يعني اوريدي راحوا منتخب 2001 كتجمعات وكده. ف يعني مش معنى المنتخب 2001 يبقى يقتصر بس على مواليد 2001. صح. لان اكيد انا بقول لحضرتك انا عندي 3-4 لعيبه بيلعبوا مع 2001. تمام. اكيد في انديه ثانيه، انبي، المقاولين، سموحه، اكيد في لعيبه 2002 بيلعبوا مع 2001. فكنت اتمنى يكون في المرحله بتاعه 2002 تكون فيها بس جمهوريه. يعني انت شايف الاهداف الحلوه دي. تمام. ده يعني بيدل ان في فعلا في مواهب مميزه عندك في 2002. والله كابتن اسامه في لعيبه كويسه جدا في 2002. وعشان كده كنت بقول لحضرتك كنت اتمنى يكون في دوري جمهوريه او دوري قطاعات اللي هو ممكن هيتعمل ان شاء الله بعد كده. لان اللعيبه انا عايزك تعرفنا برضو اسماء اللعيبه اللي بتحرز الاهداف، عايز الناس كلها تعرف الاسماء الموجوده داخل قطاع الناشئين بالاسم، ومن خلال برضو الاهداف دي عايزك تقول لنا كابتن ياسر تعرف الناس مين اللي جاب الهدف ده. احمد سيد غريب. احمد سيد غريب من اللعيبه الهداف الفريق لغايه دلوقتي، من اللعيبه الكويسه جدا، وان شاء الله يكون ليه مستقبل كويس قوي. تمام. من اللعيبه اللي بتتطور وبتسمع الكلام، وان شاء الله مع الوقت باذن الله يكون ليه مستقبل كويس جوه النادي الاهلي. ده ابن كابتن سيد غريب. ده ابن كابتن سيد غريب طبعا. يعني لكن هو لعيب موهوب وعنده امكانيات عاليه جدا، وان شاء الله يكون يعني في المستقبل داعم للنادي الاهلي ان شاء الله باذن. تمام. الله. في بقى مشكله كبيره بتواجه 2002. تمام. ودي برضو فردنا لها حلقه، وكان في معانا مسؤولين الكابتن محمد حشيش. تمام. مدير التنفيذي منطقه القاهره، وخدنا خلال المشكله دي مداخلات عشان يبقى ليها حل. انتوا الدوري خلصتوه منطقه القاهره 2028/10. تمام. هتبتدوا دوري بعد كده في شهر 2. في فتره توقف 3 شهور او 4 شهور، فتره كبيره جدا. يعني ازاي تبدا يعني اللعيبه تتوقف، وبعد كده تحط احمالك ازاي، تحط تمريناتك ازاي خلال الفتره الكبيره دي؟ يعني مشكله عايزك تكلمنا فيها ده يا كابتن ياسر. والله يا كابتن اسامه احنا اتكلمنا في الموضوع ده يمكن من اول ما بدانا المسابقه بتاعه منطقه القاهره. يعني احنا كنا عارفين ان احنا هنلعب يمكن 6 ماتشات او 7 ماتشات. تمام. خلصنا بدري جدا، واجهنا في الاول طبعا خالص صعوبه في الفرقه اللي بتجيلنا. ممكن فرقه تيجي مثلا بتلعب معانا وكده تلاقي السكور تقل شويه، تلاقي بعد بدايه الشوط الثاني بحوالي 10 دقائق ربع ساعه ان هو عايز يطلع من الملعب. فطبعا دي يعني مشكله كبيره جدا. نفس الكلام ده قابلناه يمكن في اول ماتشين او حاجه زي كده. بدانا نكلم المسؤولين في المنطقه، عايزين يعني الدنيا تكون افضل شويه. قالوا طب نخلص الفتره دي بعدين نشوف ليها حل ثاني. المشكله ان هم عايزين يعملوا طبعا بطوله قطاعات وكده، ماشي مفيش اي مشكله خالص يعني. لكن احنا خلصنا بدري وقاعدين دلوقتي يمكن تقريبا بقى لنا شهر ونص يعني تدريبات، ولسه هتبتدي في شهر 2. ولسه الكلام اللي بيتقال احنا هنبدا في شهر 2 كتير. في مناطق لسه ما خلصتش المسابقات بتاعتها زي منطقه الجيزه لسه. تمام. عندها يمكن اسبوع او اسبوعين على ما يخلصوا. كنا عايزين نستغل الفتره دي لحتى نلعب مباراه تنشيطيه او دوره تنشيطيه او كاس مصر او اي ما يكون المسمى يعني بدل الفتره اللي احنا قاعدينها دي. فبرضه اتاخرنا قوي. داخلين خلاص على امتحانات، اللعيبه هنضطر طبعا ياخدوا اجازه عشان اجازه الامتحانات والمذاكره والكلام ده كله. عاملين لنا طبعا الفتره اللي انت حضرتك قلت عليها دي احنا مخلصين بقى لنا شهر ونص. اللعيبه هتزهق. احنا كجهاز برضو انت بتشتغل من غير ما فيش حاجه معينه تشتغل عليها، فبنضطر مثلا يعني نحاول ندي يومين اجازه نكسر الروتين شويه. فيها صعوبه طبعا في تنسيق حتى جداً الاحمال. خلي بالك احنا كان معانا تليفون الكابتن فوزي سكوتي. تمام. كان معانا كابتن محمد حشيش، قلنا لهم لازم يبقى في حل للمشكله دي، مشكله كبيره انك بالزبط. انت الدوري يتوقف 3 شهور يعني كتير، وانت كمان على شهر 5 ممكن تلاقي يبقى في رمضان بالزبط. في امتحانات للولاد، فلازم تقدم المسابقه شويه. والمشكله كابتن اسامه احنا كان عندنا وقت، يعني احنا في وقت بدري جدا اللي احنا كان ممكن نبدا. مش لازم انا ابدا المسابقه في شهر، لازم شهر 10 او نص 10، ممكن ابدا من شهر 9 او من اواخر شهر 8. مفيش اي مشكله خالص اللي احنا نبدا في التوقيتات دي كلها. لما بداوا يفكروا ان احنا نشتغل اي حاجه، زي ما بقول لحضرتك داخلين خلاص على امتحانات نص العام وكده، فطبعا هنضطر ندي اللعيبه اجازات عشان المذاكره، وطبعا المستقبل الدراسي بتاع اللعيبه مهم جدا. فاحنا مش عارفين والله حل المشكله دي لغايه دلوقتي. ان شاء الله هيكون لها حل قريب، وهنفضل على تواصل مع المسؤولين عشان نحل مشكله 2002 ان شاء الله، ونحاول نقدم الدوري ونبدره شويه. زي ما قلت لحضراتكم دايما كاميرا الاشبال هتتجول في كل قطاعات الناشئين في مصر. رايحه دلوقتي اسكندريه عشان نشوف تقرير
من خلال مباراة الأهلي وسموحة. نشوف تقرير مباراة 2001 الأهلي وسموحة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا ولد يا ولد جول 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 دلوقتي بيطلع عدت اشراقه جول 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 بتتعلق اتجاه لعب مغربي جول جول جوه جول. الحمد لله النهارده الولاد يعني في ظل الاجواء اللي احنا فيها وفي ظل الغيابات الحمد لله على المكسب، لكن الاداء طبعا النهارده والماتش بتاع الجيش يمكن خلنا التوفيق طبعا في ظل الغيابات اللي احنا فيها دي. ان شاء الله الماتش الجاي عندنا المقاولين، عندنا ان شاء الله كل الناس راجعه ان شاء الله حتى بالغيابات، ما فيش غير واحد بس اللي عنده 3 انذارات. بنقابل سوء حظ غريب في الانذارات وفي الاصابات، ان شاء الله بنعالجها، بنحاول على قد ما نقدر بنرجع اللي احنا فيه، ونوعد المتابعين للفرقه 2001 بالاداء يتحسن ان شاء الله. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالفوز، ويعني الاولاد انت كنت شايف الحمد لله روحهم عاليه جدا. الماتش كان الكره فيه صعبه شويه، بس الحمد لله بروحهم وروح المكسب وروح النادي الاهلي طبعا اللي هم متعودين عليها، الحمد لله ربنا كرمنا في الشوط الثاني وكسبنا 2-0 الحمد لله. طيب بس كانت اللعيبه محتاجه بس شويه هدوء في الملعب وتركيز، والحمد لله ده بان في الشوط الثاني اكتر. الشوط الاولاني كانت اللعيبه مستعجله عايزه الفوز بسرعه وعايزين يغطوا التعب بتاع ماتش الجيش، والحمد لله الشوط الثاني اللعيبه ابتدت تستوعب استوعبت الحمد لله الماتش جامد وصعب شويه، بس فالهدوء الحمد لله قربنا ربنا قربنا وابتدينا نلعب كره على الارض والحمد لله وصلنا وربنا كرمنا بهدفين الحمد لله. والله الحمد لله احنا كنا النهارده بفضل الله مبروك الاول على الفوز للعيبه، والاداء الحمد لله كان فوق المتوسط. احنا كنا مذاكرين كابتن سراج كان محفظنا طريقه واسلوب لعب نادي سموحه في ملعبه، فبالتالي انا كنت محفظ عاصي حمزه التحركات واللعب هيلعبوا ازاي. احنا كنا عارفين ان هم هيلعبوا كل الكور من عمق من طريق الديفندر بيعملها عاليه للاثنين مهاجمين، فالحمد لله حكمنا القبض على اللعيبه، فالحراس الحارس حمزه علاء كان موفق بفضل الله، وكل كور كان كراته سليمه وقدر يحافظ على نظافه شباكه الحمد لله للماتش ال 13 على التوالي الحمد لله. طبعا الحمد لله على كل حاجه، وبشكر الفريق. احنا بدأنا الماتش بطريقه يعني ما كانتش الطريقه اللي هتكسبنا، ويعني عدلنا الطريقه بتاعت لعبنا في الشوط الثاني، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. هو اولا يعني الماتش هو في اسكندريه بيبقى فيه حاجه عشان الهواء بيبقى اقوى شويه في اسكندريه، فده طبعا في التسخين يعني خدت كور من الناحيه دي ومن الناحيه دي عشان الهواء، وطبعا الملعب مش زي الملعب اللي عندنا في النادي، فلازم التمركزات والخطوات وكده تبقى غريبه يعني تبقى مختلفه شويه. طبعا الحمد لله كابتن نزاع على طول متابع معايا، ومش معايا بس بصراحه، مع الليجوان كلها ومع اللعيبه كلها، وهو بصراحه يعني الشخص يعني الصح للمنتخب، وهو صاحبنا قبل ما هو مدرب بتاعنا، يعني ربنا يكرمنا ويكرمه ان شاء الله. الحمد لله على 3 نقط بتوع النهارده كانوا مهمين بعد الماتش الاخير يعني بعد التعادل مع الجيش، بس يعني الحمد لله رجعنا للطريق بتاعنا والمكسب هو ده طريقنا دايما الحمد لله. كنا ساعتها كسبانين يعني 2-0، نزلت قال لي اقف صح وامن واقف يعني مع جلال ونقفل، ما فيش حاجه تلعب في ظهرنا ونلعب على قدام على طول. كان تقرير مع جهاز لاعبي الاهلي مواليد 2001 من اسكندريه بعد مباراه الاهلي وسموحه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. كابتن ياسر قول لي بقى عن ابرز المشاكل اللي بتواجهك في دوري المنطقه. طبعا نمره 1 يا كابتن اسامه، عشان تعمل لعيب كويس انت محتاج ملاعب كويسه. تمام. فدي طبعا مشكله كبيره جدا، اللي انت بتلعب في ملاعب بتكون صعبه جدا، الارضيه بتاعتها صعبه. تمام. بيعرض اللعيبه ساعات لاصابات بتبقى صعبه جدا يعني، فدي طبعا المشكلة يمكن الأهم اللي هي بتواجهنا في دوري منطقة القاهرة. التسنين بقى. طبعا موضوع التسنين ده يعني اتكلمنا فيه كتير جدا، وبرضه
يعني ما فيش حل جذري للمشكله دي خالص. يعني انت ممكن تلاقي لعيب كبير جدا وتلاقيه يقول لك 16 سنه وتلاقيه 20 سنه يعني وبيلعب مع مسابقه 16. طبعا يعني انا مش عارف حلها ايه لغايه دلوقتي. فدي فعلا من المشاكل اللي هي بتواجهنا من زمان، حتى مش من دلوقتي بس، بتواجهنا من زمان جدا، خصوصا كمان في الاعمار الصغيره خالص. انت عارف في الاعمار الصغيره الشهر والشهرين والثلاثه بيفرقوا جدا، قوه وسرعه. تلاقي لعيب يعني شكله ما يدلش ان هو ده. على ما اعتقد من بدايه من 16 سنه و17 تبقى الامور بتتساوى، السرعه والقوه اكتملت شويه، تمام، بتبقى الامور خلاص بتتساوى يعني. لكن المشكله دي فعلا بتبقى ملحوظه جدا في الاعمار الصغيره قوي، الكوره والبراءة طبعا طبعا يعني. فدي برده مشكله من الحاجات اللي بنواجهها. برده نمره ثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، موضوع الماتشات. انت بتلعب فرقه ساعات تكون المستوى بتاعها مش كويس شويه، تمام. فزي ما بقول لحضرتك تلاقي الشوط الثاني بدا 10 دقايق ولا حاجه، تلاقي الفرقه طلعت مش عايزه تتغلب نتيجه عاليه او حاجه. فانت عايز تستفيد، عايز اللعيب بتاعك يستفيد اقصى درجه ممكنه من الماتشات. والماتشات طبعا انت عارف الحاجات الرسمي مهما كانت، غير التدريب، غير الماتشات الوديه والكلام ده كله. فاحنا دي يمكن ابرز المشاكل اللي قابلتنا في انا كنت في اتمنى شخصيا ان مسابقه 2002 بدل ما تبقى بطوله منطقه كانت تبقى جمهوريه، وكانت هتمد 2001 الكابتن ربيع ياسين بلعيبه برضو مميزه. الكلام ده صح مليون في الميه. وانا قلت لحضرتك قبل كده انا عندي لعيبه بتلعب في 2001، لعيبه اساسيين بيلعبوا، عندي لعيبه راحوا تجمعات المنتخب 2001. فمعنى كده ان فرقه 2002 او العمر بتاع 2002 ده امتداد كويس جدا لمنتخب 2001، تمام. فمش شرط بقول لحضرتك يكون 2001 يبقى لازم هو اللعيب منتخب 2000 لازم هو لعيب 2001، لا. مين ابرز الاسماء اللي بتطلع مع 2001 بتصعد؟ عندي في جلال فارس، ده من 2002 ده مركزه ايه؟ بيلعب في خط الوسط او بيلعب باك يمين. تمام. عندي احمد سيد عبد النبي، ده بيلعب باك يمين. تمام. عندي محمود صابر بيلعب جناح يمين، وانا ساعات كنت بظفه باك يمين كويس. فاحمد سيد غريب طبعا طلع كذا مره. عندي لعيبه كتير كويس انهم بيلعبوا في اجواء طبعا اكبر منهم طبعاً سنا طبعاً وطول اقوى، تمام، بيبقى الاحتكاك اقوى والمنافسه كبيره جدا وبيستفيدوا طبعا. انا يعني انا ببقى اللعيبه بتطلع عندي قناعه تامه ان هم هيستفيدوا استفاده كامله جدا من المنافسه اللي في دوري الجمهوريه 2001 يعني. تمام. قول لي بقى فتره الاختبارات السنه دي، ضميت لعيبه من الاختبارات ل 2002؟ عندي اثنين لعيبه من الاختبارات. في عندي عبد الرحمن رأفت، ده لعيب في نص الملعب، لعيب ديفندر، لعيب كويس جدا. عندي في خالد سليمان فيروت جبناه، كان جاي من المنصوره يعني. تمام. ان شاء الله يبقى فيروت كويس قوي، عنده القوه والسرعه والمهاره، وان شاء الله يبقى مستوى مبشر ان شاء الله باذن للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. هنروح دلوقتي نشوف مع حضراتكم، هنستعرض خريطه الاسبوع القادم لمباريات قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. فرق زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم، مباريات فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مواليد 2005 السبت درب الاحمر والاهلي دوري منطقه القاهره، مواليد 2003 السبت الاهلي والزمالك، وراه كبيره بطوله الجمهوريه للناشئين، وان شاء الله هنفرد لها مساحه كبيره في برنامجنا برنامج الاشبال. مواليد 97 يوم السبت الاهلي والنجوم بطوله الجمهوريه للشباب، مواليد 2002 الاهلي والاتصالات بطوله منطقه القاهره، مواليد 99 الخميس الاهلي والمقاولين العرب مباراه قويه جدا بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 2004 الجمعه درب الاحمر والاهلي دوري منطقه القاهره، مواليد 2001 ومباراه برضو تقيله جدا الزمالك والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين. في اخر حلقتنا بنشكر ضيفنا كابتن ياسر محمدين، شرفتنا ونورتنا كابتن ياسر. ربنا يخليك اسامه، انا شرفت بيك وبوجودي مع حضرتك وموفق دايما في البرنامج الجميل بتاعك كابتن اسامه. بشكر ضيفي كابتن ياسر محمدين المدير الفني لفريق 2002، اتمنى ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع الأشبال.